أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المتميز ومدرسة على الهواء. أعزائي الطلاب، في بداية الحلقة نرحب بالأستاذ الفاضل الأستاذ محمود عطية. أهلا أستاذ محمود. ازيك يا أستاذ أحمد؟ كل سنة طيب. كل سنة وحضرتك طيب. زحان. طبعا بنبارك يا أولاد الأستاذ محمود، لأن الأستاذ محمود تولى منصب النهاردة ومنصب كبير، موجه عام محافظة القاهرة الكبرى وضواحيها. استاذ محمود الف الف مبروك. شكرا يا استاذ احمد، ربنا يعلي مرتبك، متشكر جدا. الف شكر، وانت والله اهل ذلك وتستاهل يعني. شكرا شكرا، ربنا يبارك لك. اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه، طبعا احنا في انتظار اتصالات وتليفونات واسئله كثيره من كل انحاء الجمهوريه. الفتره دي فتره طبعا فيها بيتم التحصيل والقياس، الفتره دي محتاجين نرجع لكل الفصول اللي فاتت لان عدى عليها وقت كبير. اي سؤال يقف قدامكم، احنا طبعا النهارده معاكم على مدى ساعه كامله في انتظار اي سؤال اي استفسار. كل الاسئله اللي انتوا هتقولوها النهارده هتكون مهمه ليكم ولغيركم ان شاء الله، لحد ما جينا اتصالاتكم ان شاء الله واسئلتكم. هنواصل مع الاستاذ محمود تطور القضيه الفلسطينيه. طبعا وقفنا في الحلقه اللي فاتت عن تطور حركه القوميه العربيه وجامعه الدول العربيه. جامعه الدول العربيه الشكل الاول والاقوى من الاتحادات الاقليميه في العالم والذي يخص العرب. ظهر نقص واضح في ميثاق جامعه الدول العربيه، وكان يعالج هذا الميثاق ميثاق الضمان الجماعي، وللاسف لم يتحقق ميثاق الضمان الجماعي أو معاهدة الدفاع المشترك نظرا لكثرة الانقسامات بين الحكومات العربية. هنتكلم مع الأستاذ محمود في تطور القضية الفلسطينية منذ البداية. فلسطين دولة عربية، حقيقة تاريخية. طبعا فلسطين دولة عربية لا أحد يشكك في ذلك. سعة الصهيونية بالتحالف مع الدول الاستعمارية إلى محو عروبة فلسطين لإثبات حقيقة أخرى، وهي أن إسرائيل حقيقة تاريخية. تأتي المقولة الثانية ضد حق الشعب الفلسطيني في أرضه الذي يعيش فيه منذ آلاف السنين. وبالتحالف بالفعل مع الدول الاستعمارية بدأ اليهود يهاجرون إلى فلسطين من كل أنحاء العالم، من آسيا وإفريقيا وأوروبا، لإنشاء وطن قومي لهم على أرض لم تكن ملكا لهم. هنشوف مع الأستاذ محمود أوضاع اليهود في العالم. هل كان اليهود لديهم الأوضاع التي تؤهلهم الى اغتصاب ارض فلسطين ام لا؟ اتفضل استاذ محمود. شكرا ليك يا استاذ احمد. طبعا احنا عنوان الدرس النهارده زي ما سيادتك اتفضلت هو زي ما ابنائي شايفين كده، تطور القضيه الفلسطينيه. قبل ما اتكلم عن القضيه الفلسطينيه يا استاذ احمد، حضرتك عارف ان في كده معلومات مش موجوده في الكتاب عن حته القضيه الفلسطينيه. تمام. تخيل ان اليهود قبل ما ياخدوا وعد بورفور من انجلترا راحوا، يعني اول واحد راحوا له نابليون بونابرت. يعني الفكره من ايام نابليون. نابليون بونابرت. اتفقوا مع نابليون بونابرت ان هم يعني يساعدوه في حملته على الشام ومصر مقابل فلسطين، ان هم ان هو يديهم فلسطين. لدرجه نابليون نفسه يا استاذ احمد وقف قدام اسوار عكا وقال لهم ايها الشعب الاسرائيلي كده. يعني نسبة للنبي ان لقد جاءت الفرصة لكي نساعدكم في اقامة وطن اجدادكم. لما فشل في حصار عكا اضطر ان هو ايه ما يديش اليهود وطن في فلسطين. فدي اول فكرة. يبقى اول فكرة اليهود ايام مين؟ نابليون بونابرت. الفكرة التانية كانت ايام السلطان عبد الحميد. عبد الحميد السلطان عبد الحميد الثاني يا استاذ احمد، اللي حصل ان اليهود قالوا له احنا مستعدين نساعد دولتك بالفلوس مقابل ان انت تدينا وطن قومي في فلسطين. فقال لهم انني لن افرط في ارض يملكها شعبي. يبقى نابليون قام موقفه مؤيد، عبد الحميد قام موقفه معارض. راحوا لمين؟ راحوا لانجلترا. يعني تخيل بقى ان موضوع انجلترا ده مش فراحوا لانجلترا وعرضوا عليها الموقف. انجلترا ما لبتش الفكره الا لما قامت الحرب العالميه الاولى. تمام. انت طبعا عارف الجزء بتاع ان اليهود كانوا مشتتين كل انحاء العالم من بعد ما تم قضاء على دولتهم على يد نبوخذ نصر، وراحوا الى بابل، وبعد كده الملك كورش عفى عن ابنائهم واحفادهم فتفرقوا في كل مكان في العالم، واحسن مكان عاشوا فيه هو اوروبا. تمام. في حته مهمه يا استاذ احمد اللي هي دلل تاثر اليهود بالنهضه الفكريه والاقتصادية في أوروبا. في أوروبا نقول للطالب إيه في الحتة دي؟ طبعا بنشوف هنا النهضة الفكرية رفعت المستوى الفكري لليهود. تمام. علاوة على أن النهضة الاقتصادية بدأ اليهود في استثمار مهاراتهم الاقتصادية، وحقق اليهود ثروات اقتصادية
هائله. اذا كده معاهم الاثنين العلم والمال. اه يعني اصبح اليهود معظمهم يا استاذ احمد لا اما مفكرين لا اما اصحاب مال. وانت تلاحظ ان اصحاب البنوك العالميه كلها يهود. دلوقتي يهود واصحاب رؤوس الاموال. وانت شوف مين اللي ماسك ماركس سوفت والنت و كل اللي بيتحكموا في رؤوس الاموال العالميه والتجاره اليهود. تمام. فدي دخلوها كمدخل لانجلترا واثروا على اصحاب القرار الانجليزي. وانت برضو هم عايشين في اوروبا تلاحظ ان هم كانوا عايشين في عزله صح. الكلمه اللي احنا جيتو. اللي هي مستخبيه اللي هي الجيتو. الجيتو دي معناها ان هم يعيشوا في عزله وما يختلطوش بالقوميه. تمام. طيب فضل. قبل ما نشوف الوضع الاجتماعي نشوف معانا محمد من الشرقيه تليفون. السلام عليكم يا محمد. احمد ازيك يا محمد عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك محمود؟ اهلا يا حبيبي ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. كان عندي بعض الاسئله يعني. اتفضل يا محمد. ما الدروس المستفاده من هزيمه العرب من حرب فلسطين؟ على ميلك واحده واحده. ما الدروس لحظه واحده بس عشان نكتب معاك. ما الدروس المستفاده؟ لسه حتى السؤال ده كنا بنتكلم فيها محمد انا والاستاذ محمود قبل الحلقه ما تبدا. هزيمه العرب من حرب فلسطين. تمام. نكتب السؤال يا استاذ احمد. ما الدروس المستفاده؟ ما الدروس المستفاده من هزيمه العرب في حرب فلسطين؟ دلل تاريخيا. تمام. لحظه يا محمد. دلل محمد المنوفيه مش كده؟ دلل تاريخيا. اتفضل يا محمد. كانت هزيمه محمد علي لها انتصارات سياسيه. على ميلك بس. كانت هزيمه محمد علي. ايوه محمد. لا انتصارات سياسيه. ايه؟ كانت هزيمه محمد علي لها انتصارات سياسيه. لها انتصارات؟ لا انتصارات سياسيه. طب انتصارات ولا انكسارات؟ انتصارات. انتصارات. لا احنا عايزين حته يا محمد. هو لازم توضح لنا السؤال. هو قصده في موقعه في حرب اليونان؟ هم عملوا اتفاقيات يعني. بص يا محمد كانت هزيمة محمد علي لها انتصارات سياسية. سؤال بقول كده. طيب ماشي ماشي. انتصارات سياسية يا حرب المورة استاذ احمد. يا حرب المورة ماشي تمام. هي الهزيمة الوحيدة. حاجة تانية يا محمد. لسه في باقي يعني. اتفضل. دلل وضعت القيادة السياسية عام 1967 مجموعة من الاهداف. على ميلك على ميلك. وضعت القيادة السياسية عام 67 مجموعة من الاهداف لتجاوز الازمه او نكسه يونين. لتجاوز الازمه. ايوه يا محمد. حاجه ثانيه. ماذا يحدث اذا؟ ماذا يحدث اذا؟ اتفضل. مارس مجلس شورى النواب حقه التشريع في عهد اسماعيل. مارس مجلس شورى النواب حقه في التشريع في عهد اسماعيل. صح وغلط مع ذكر السابق. لحظة يا محمد. حقه في التشريع في عهد اسماعيل. ماشي غير ورس محمود. صح وخطأ مع ذكر الايه السابق. اتفضل يا محمد. ادت اصلاحات محمد علي الاقتصادية. واحدة واحدة. ادت. صح ورس محمود. ادت اصلاحات محمد علي. ها اتفضل. الى ظهور طبقة عمال المصانع الحكومية واختفاء طبقة طواف الحيرة. ادت اصلاحات محمد علي الاقتصادية الى ظهور طبقة عمال المصانع الحكومية واختفاء طوائف الحرف. ايد تاريخيا كانت ثورة 19 لا تعرف التفرقة العنصرية. لحظة واحدة. ايد تاريخيا. تبقى بعد كده يا محمد جمع الاسئله بتاع ايد لوحدها عشان كده ما نكتبش النوعيه كل شويه. ماشي. حاضر. ايد تاريخيا. كانت ثوره 1919 لا تعرف التفرقه العنصريه. التفرقه العنصريه. ماشي. اختر احتلت فرنسا سوريا ولبنان عقب مؤتمر واحد سان ريمو 20 سان ريمو ولا مؤتمر الجزيرة ولا سان ريمو يا محمد. سان ريمو. ماشي. انا كنت بقولها كده برضه. ماشي يا باشا. حاجة تانية؟ في سؤال برضه تاني. اتفضل. ما العلاقة بين الاحداث السياسية في اوروبا وارسال فرنسا حملتها على مصر. الاحداث السياسية في اوروبا
وإرسال فرنسا حملتها على مصر. آخر سؤال بقى يا أستاذ. اتفضل. صح وغلط مع فكرة السابق. ماشي اتفضل. كان لعودة المراقبة الثنائية. كان لعودة المراقبة الثنائية أثر في تحسين أوضاع مصر الاقتصادية. أثر في تحسين أوضاع مصر الاقتصادية. حاجة تانية يا محمد؟ من النتائج المرتبة على؟ ماشي يا محمد. من النتائج المترتبة على؟ خلاص محمود أنا هكتبه هنا خلاص. من النتائج المترتبة على إيه؟ ها؟ أيوة محمد. طيب يا محمد برضو تابعنا من التلفزيون هنحل لك الأسئلة الإيه اللي أنت قلتها لنا. سؤال كنا بنتكلم فيه مع الأستاذ محمود قبل ما تبدأ الحلقة، ما الدروس المستفادة من هزيمة الأستاذ محمود العرب في حرب 48 أو حرب فلسطين؟ تمام. أنا عايزك تحط لنا قانون إجابة وتعرف الطالب إزاي يجاوب من الدروس المستفادة. تمام يا أستاذ أحمد. السؤال ده يا أستاذ أحمد كويس جدا إن إحنا بندوس عليه كده عشان فعلا أبنائنا عندهم يعني سوء تعبير شوية فيه. دايما لما يجي سؤال ما الدروس المستفادة؟ لو كان الحدث فيه سلبي اخد السلبيات واخليها ايجابيه، يعني ان هي ما اقعش فيها. يعني مثال زي ما اجي اقول لك ايه الدروس المستفاده من نجاح زميلك فلان الفلاني، فانت تروح تفكر اه ده زميلي ده كان بيذاكر كان بيحل كان بينظم وقته، فاقول الدروس المستفاده ان انا انظم وقتي ان انا ذاكر ان انا احل امتحانات. تمام. لو يجي مثلا ما الدروس المستفاده من بعد الشر رسوب زميلك فلان، انت طبعا عارف ان اسباب رسوبه ان هو مشغول بالنت ومشغول بالشارع والفسح والحفلات والرحلات ومفيش مذاكره. هتقول اه يبقى لابد البعد عن الرحلات، ضروره الاهتمام بالمذاكره، ضروره حل الاسئله. فانا دايما اقول للطالب حط كلمه ضروره يا استاذ احمد في الاول. تمام. هي الدروس المستفاده من هزيمه العرب، هو المفروض يروح يشوف هزيمه العرب ليه؟ هيلاقي عدم التعاون العسكري. طيب. عدم وجود جيش موحد، عدم التدريب. فيقول ايه يبقى ضروره ان الجيوش العربيه تتوحد، ضروره ان الجيوش العربيه تتكافئ يعني تعمل على زياده كفاءتها العسكريه واستعدادها، لابد ان العرب يعملوا جيش قوي على احدث الاسلحه. هي دي القصه، ان احنا انهزمنا ليه فنعمل ايه، بنعرف سبب الهزيمه وان ايه ونعكسه. طب كانت هزيمه محمد علي لها انتصارات سياسيه، دلل. طبعا استاذ احمد السؤال دوت حرب المور، بس هو في الكلام ما قالش حرب المور. هو ما هو الاسئله الخارجيه استاذ احمد برضه هتلاقي ابنائنا الطلبه بيروحوا كتب خارجيه فيها فلسفه زي حته التفرقه العنصريه. تمام. فهو طبعا المفروض كان ودي بقى اللي بيقع فيها الطالب، ان بيروح يحل اسئله في كتاب خارجي للاسف يكون اللي وضع الكتاب مش على كفاءه، فالاسئله بتبقى مبهمه. سؤال زي ده مبهم. تمام. الطالب اللي فاهم عارف ان محمد علي ما انهزمش في حياته الا في هزيمه واحده بس اللي هي حرب المورة. حتى الكتاب ما قالهاش. قال لك قام الجيش بمهمته على اكمل وجه، وكانت محمد علي نتائج على مستوى بعيد. فالسؤال طبعا ما ينفعش كده. تمام. لان انا في الماده العلميه اما اجي احط امتحان ثانويه عامه هجيب طب وانا مين قال ان هو انهزم؟ هو انهزم في ثالثه اعدادي، لكن ثالثه ثانوي اتشالت الحته دي. تمام. للاسف. فطبعا هي كانت هزيمه محمد علي يعني ليها انتصارات سياسيه، هتقول بقى ان هو او اجابه يعني كانت ارتفاع مستوى مصر بشان التفاوض الدولي، يعني كانت حرب المورة نتائج بعيده المدى ونمو زياده نمو الفكر الانفصالي لمحمد علي عن الدوله. تمام. العثمانيه. تمام. تمام. بص يا محمد معايا دلل. وضعت القياده السياسيه 67 مجموعه من الاهداف لتجاوز ايه الازمه او نكسه 67. بنقول عملت الحكومه على بناء القوات المسلحه على اسس علميه متطوره، عملت على إعادة الثقة للجنود وفي القادة التي فقدوها في 67، إعادة الضبط والربط مرة أخرى للوحدات، إعادة تدريب الوحدات مرة أخرى، دخول مصر حرب الاستنزاف عام 1967. ماذا يحدث إذا أستاذ محمود مارس مجلس الشورى النواب إسماعيل حقه في التشريع؟ وصل ده أحمد من البوكلت، يعني سؤال حلو على فكرة. هو مجلس الشورى النواب ما كانش مجلس تشريعي، كان مجلس استشاري. تمام. لو كان بقى مارس حقه التشريعي، السؤال ده جميل، اقول الطالب يقول لي بقى لو كان مارس حقه التشريعي ما كانش منحه من الحاكم. تمام. ما كانش هيئه استشاريه وليست تشريعيه، ما كانش يعتبر منظرا
يعطي رونقا ديمقراطيا وبراقا يعني لم تقتصر عضويته على المشايخ على الأمة الأعيان فقط، لكان مفتوح لجميع عناصر الأمة المصرية. لا اشترك مع إسماعيل في وضع بعض القرارات والأمور التي تحد من الأزمة شفت المالية. انت ايه؟ استنتجت حاجة جديدة كده أستاذ أحمد كمان، إن هو لكان شارك إسماعيل في سياسة البلاد وأصبح جبهة للمعارضة. تمام. طيب. طيب برضو عندنا برضو اسمه محمود، صح أم خطأ أدت إصلاحات محمد علي إلى ظهور عمال المصانع واختفاء طوائف الحرف؟ طبعا بنقول العبارة هنا يا محمد خطأ. إصلاحات محمد علي أدت في الصناعة إلى ظهور عمال المصانع مع استمرار طوائف الحرف كوسطاء للدولة. لسه طوائف الحرف ما زالت موجودة ما اختفتش. عند أي تاريخيا اسمه محمود كانت ثورة 19 لا تعرف التفرقة العنصرية؟ طبعا هي ثورة 19 هنا أستاذ أحمد، هو الطالب هنا يعني عايز يقول لي ان هي ثورة شعبية شاملة. تمام. لأنها أولا ما فرقتش بين أي عنصر من عناصر الأمة. ننفع نتكلم عن عنصري الأمة المسلمين والأقباط المسيحيين، وممكن نقول ان هي ضمت العمال والفلاحين وضمت المثقفين وضمت الطلبة وضمت المرأة، فهنا ما فيش تفرقة عنصرية. يعني هنا هنتكلم عن المسلمين والمسيحيين ولا المسلمين والمسيحيين؟ اه. اصل هنا ما اقدرش اجيب الناحية الدينية بس. اه. التفرقة العنصرية دي يعني هنتكلم على الوصف العام اللي هو الثورة الشعبية. الثورة الشعبية. طلبة وعمال ومثقفين وفلاحين ومسلمين ومسيحيين ومرأة. ومن ضمنها واقول الحتة بتاعت أول واحدة يا أستاذ أحمد اللي هي أهمية ثورة 19 إن هي ثورة قومية قامت على اساس مدني وليس اساس اظهرت مصر تقوم الدولة المدنية الحديثة على اساس القومية ليس على اساس الدين. طبعا عليك. تمام. تمام. طيب عندنا برضو اختر، احنا قلنا لك سير ريمون احتلت به فرنسا سوريا ولبنان، ما العلاقة يا محمد بين الاحداث السياسية في اوروبا وارسال فرنسا الحملة على مصر؟ بنقول طبعا يا محمد غضب الدول الأوروبية من الثورة الفرنسية بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، فتحالفت أوروبا وكانت إنجلترا على رأس هذه التحالفات لضرب الثورة الفرنسية وإلغاء الجمهورية وإعادة الملكية مرة أخرى، فدخلت فرنسا في حروب مع كل الدول انتهت بانتصار فرنسا وأصبح لها مكانة عالية في أوروبا، ولكن الدولة الوحيدة التي ظلت بمأمن من ضربات نابليون هي إنجلترا، فظهرت فكرة نابليون إلى ضربها في مصر نظرا لعجز فرنسا عن ضربها في اوروبا بسبب الموقع والاسطول القوي. طبعا عندنا اسمه محمود بنقول صح وخطا كان لعوده المراقبه الثنائيه اثر على اوضاع مصر الاقتصاديه. طبعا اثر ايه؟ تحسين اوضاع مصر الاقتصاديه. هل ده صح او خطا؟ طبعا انت استاذنا وعارف ان المراقبه الثنائيه يا استاذ احمد ادت الى سوء اوضاع مصر. طب العباره هنا ايه خطا؟ لان للاسف لغت قانون المقابله فادت الى تدهور وضع ملاك الاراضي الزراعيه. تمام. وقامت ببيع حصه تصف ارباح القناه فاصبحت مصر لا تملك اي مورد يخش لها، بالاضافه ان هي جابت لجنه التصفيه التي اصدرت قانون التصفيه. وقانون التصفيه ده للاسف حرم المصريين من التمتع بثمرة ايه كفاح جهودهم. تمام. شفنا محمد اسئلتك، طبعا جاوبنا على كل الاسئله، وان شاء الله احنا برضه في انتظار تليفونات واتصالات ابنائنا الطلاب الفتره دي محتاجين فيها اكبر قدر من الاسئله زي محمد ما سالنا هنا، الاسئله دي برضه كلها مهمه، ونخلي بالنا الله يخليكم ونركز على كل حاجه بنقولها. قلنا فلسطين طبعا دوله عربيه سعت السجنيه الى محو هذه العروبه. اتكلمنا عن اوضاع الايه اليهود الاقتصاديه والفكريه، بدأت الأفكار الصهيونية تطلع في آخر القرن الكامل 19، حيث كانت النظرية القومية هي النظرية السائدة في التاريخ الحديث في العالم، العالم كله بيعمل اتحادات وقوميات. في هذه الفترة كان اليهود يعيشوا في جيتو، مجتمع مغلق خاص بهم، مثلا زي حارة اليهود هنا مثلا في مصر في شارع الحسين في الحسين في الموسكي. عاشوا في مصر هنا في بداية القرن العشرين منعزلين. ليه عاشوا منعزلين؟ في مصر بس ولا في كل العالم؟ في كل الدول اللي عاش فيها اليهود. عاشوا في جيتو أي مجتمع مغلق، وذلك للحفاظ على مقاومتهم القومية في مواجهة نمو المشاعر القومية للشعوب التي عاشوا في وسطها. طب إذا عندي يهود إنجليز، يهود ألمان، يهود طليان، يهود روس، أمريكان، مصريين، مغربيين، عاشوا منعزلين حتى أثناء ثورة 19. إحنا قلنا ثورة شعبية واشترك فيها المسلمين والأقباط، برغم إن كان عندي فيه يهود في مصر ما اشتركوش. ليه؟ هم عايزين يحافظوا على مقاومتهم القومية، الأمر الذي صعد من العداوة بينهم وبين الشعوب الأخرى، فرفع المفكرون اليهود شعار العودة إلى فلسطين على اعتبار أنها أرض المعاد من وجهة نظر اليهود. نشوف معانا طبعا مكلمة. سارة من أسيوط. سلام عليكم يا سارة. عليكم السلام. ازيك يا مستر؟ الله يخليك، عامل ايه يا بنتي؟ الحمد لله كويس. اتفضلي يا سارة. أنا بهنئ الأستاذ محمود الموجعة
اتفضل يا اسمع مضروب. الله يخليك، ازيك يا ساره؟ الحمد لله يا مستر، عاملين؟ الحمد لله، متشكرين لمتابعتك معانا، واحنا سعداء جدا بيكم وباسئلتكم. وخلاص البوكلت هيبقى فيه اسئله اختياريه اهي. الحمد لله يا سلام. هيبقى في الجغرافيا والتاريخ. هنعرض بقى ده كله، هنعرضه وقت حالا ان شاء الله يا ساره. هنشوفه مع بعض. في عندك حاجه؟ ايوه. ما العلاقه بين اتفضلي. واحد الكشوف الجغرافية والاقتصادية. الكشوف الجغرافية، ايوه، والاوضاع الاقتصادية في مصر. ده سؤال السنة اللي فاتت يا سارة. ماشي اتفضلي. حرب الشام الاولى وتسوية لندن. حرب الشام الاولى وتسوية لندن، تمام. الثورة الفرنسية ومجيء الحملة الفرنسية. الثورة الفرنسية ومجيء الحملة الفرنسية، ده السؤال اللي انا لسه مجاوبه دلوقتي يا سارة، اللي هي الأوضاع السياسية ومجيء الحملة. ماشي. في حاجة تانية؟ أي موقعة أبي قير البحرية وقيام ثورة القاهرة الأولى. موقعة أبي قير البحرية، حلو السؤال ده، وثورة القاهرة الأولى. حاجة تانية؟ أي وضح وضع مصر الدولي بعد معاهدة لندن 1840. وضح وضع مصر الدولي عقب معاهدة لندن 1840. اتفضلي. بفسر ايه؟ بما تفسر. بما تفسر تزايد اهتمام التفكير العربي الوحدة العربية. تزايد، تمام، تزايد التفكير العربي نحو الوحدة أثناء الحرب العالمية الكام الثانية؟ أيوه. ماشي. رفض لبنان أن تكون دولة متجانسة. إيه؟ رفض؟ قول يا سارة. رفض لبنان أن تكون دولة متجانسة. هي لبنان ما رفضتش؟ دول فقدت بقى. فقدت. دول فقدت لبنان مفهوم الدولة المتجانسة. ماشي. سعادة الولايات المتحدة وانجلترا على استقلال سوريا ولبنان عن ضغط الدول. سعادة سوريا، سعادة انجلترا وامريكا سوريا ولبنان على الاستقلال، صح؟ اي. طب تمام، ده فسر؟ ماشي. هو ايه السؤال؟ هو انا فسر بقول لك سعادة انجلترا وامريكا، ما فيش داعي تكتبه بعد ده لان ده قصير. سعادة انجلترا وامريكا سوريا ولبنان على الاستقلال. حاجة تانية؟ لا شكرا. طيب تابعينا يا سارة معاكي. بنقول يا استاذ محمود الكشوف الجغرافيه والاوضاع الاقتصاديه، وده اللي جه السنه اللي فاتت في الامتحان. اتفضل يا استاذ محمود. طبعا ابنائي وانتوا اللي بتحلتوا اسئله الامتحان الماضي، عارفين طبعا ان اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح خلال وجود المماليك في حكم مصر في ظل الدوله العثمانيه. اولا احوال مصر دهورت في العهد المملوكي، واحوال مصر دهورت في العهد العثماني، استمر التدهور لان تحول طريق التجاره الى راس الرجاء الصالح بدلا من دخول البحر الاحمر ادى الى فقدان المماليك الموارد اللي كانوا بيحتاجوها من اجل شراء الاسلحه ومن اجل تجهيز جيش قوي ومن اجل بناء اقتصاد مصر. فساءت احوال مصر الاقتصاديه بسبب فقدانها الموارد التي كانت تاتي اليها من خلال مرور التجاره قبل ان تتحول بسبب الكشوف الجغرافيه الى راس الرجاء الصالح، واستمر هذا التدهور في العهد العثماني يا زعيم. تمام. السؤال الثاني يا ساره، حرب الشام الاولى وتسوية لندن 1840. طبعا بيقول يا ساره لم تكن تسمح انجلترا والدول الاوروبيه بتفوق مصر وتوسع حدودها في المنطقه العربيه حيث شملت مصر السودان ومعظم الجزيره العربيه وبلاد الشام. الامر الذي اغضب اوروبا، فاتفقت اوروبا مع السلطان العثماني على ضرب محمد علي، ووافق السلطان على فرض ما تراه انجلترا والدول الاوروبيه، فتم ضربه في معاهدة لندن 1840. بنقول ظروف المعاهدة يا بنتي. سؤال الثورة الفرنسية ومجيء الحملة، ده انا لسه مجاوبه من اسئلة محمد كان من منوفية قبلك يا سارة. العلاقة بين موقعة ابي قير البحرية وثورة القاهرة الاولى. موقعة ابي قير البحرية يا سارة عملت ايه؟ ادت الى حرمان فرنسا او الحملة الفرنسية من الامدادات وقطع امال فرنسا في السيطرة على حوض البحر المتوسط وعدم مجيء امدادات من اوروبا. ايه النتيجة؟ فاضطر نابليون الى مخالفة وعده للمصريين وقام بفرض الضرائب وتفتيش البيوت والدكاكين بحثا عن الاموال، فاندلعت الثورة. في نقص في الموارد اللي كانت بتيجي بسبب الاسطول اللي غيره، النقص عوضه نابليون بفرض الايه؟ الضرائب. الشعب زعل عملت الثورة. استاذ محمود وضح وضع مصر الدولي عقب معاهدة لندن 40.
طبعا وضع مصر ان هي عادت مصر ولايه عثمان، يعني ولايه عثمانيه مره اخرى تحت طبعا حكم الوالي محمد علي، ولكن ارتفع مركزها دوليا، لان الاول مره الدول الاوروبيه يخلوا لمصر شخصيه، ارتفع شأنها. يعني اصبح لمصر شخصيه دوليه. عادت مصر الى ما كانت عليه قبل ذلك ولايه عثمانيه، الا انها اصبحت لها شخصيه دوليه من خلال التفاوض. تخيل يا استاذ احمد ان دول اوروبا يعني اضطروا يدوا محمد علي مصر، مع انه المفروض يحرموه من مصر بناء على معاهده لندن. ده دليل ايه؟ ان هم برضو عايزين ايه؟ مصر دي تبقى شوكه في ظهر الدوله العثمانيه. مش عايزين برضو السلطان يبقى منتصر. ليه بالرغم ان الدول الاوروبيه ساندت السلطان بقوه فعلا وقدروا يضربوا محمد علي في لندن، ومحمد علي قبل المعاهده، ليه ما حرموهوش من مصر؟ ليه ما لغوش اسر حكم محمد علي؟ تمام، عايزين دايما يبقى في حاجه يقدروا يوجعوا بيها السلطان. مش عايزين مصر ترجع سياده مباشره للدوله العثمانيه. وبعدين عارفين محمد علي كان في الوقت ده بدا يكبر. وعارفين ان هتبقى الفرصه متاحه ليهم يتدخلوا، وفعلا حصل التدخل في عهد خلفاء محمد علي من خلال الديون طبعا. تمام. بالذات انجلترا، خلي بالك. بالظبط. انجلترا من مصلحتها ان تفضل الدوله العثمانيه رجل اوروبا المريض، ما تستفدش من موارد مصر. تمام. فسر تزايد التفكير العربي نحو الوحدة أثناء الحرب العالمية الثانية. ليه العرب يسارى فكروا وتزايد تفكيرهم أنهم يعملوا إيه وحدة؟ نقول لمواجهة الاستعمار الذي أدخل العرب حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، علاوة على مواجهة الأخطار التي هددت المنطقة بسبب المطامع أو الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، فجاء ذلك تنبيها إلى كل هذه المخاطر في أثناء الحرب، فتزايد تفكير العرب لمواجهة الاستعمار والهجرة الصهيونية. أستاذ محمود، فسر فقدت لبنان مفهوم الدولة المتجانسة. فعلا لبنان افتقد يا استاذ احمد مفهوم الدولة المتجانسة بسبب نظام الطوائف اللي موجود فيها. تمام. حيث ان النظام الطائفي اللي موجود في لبنان يقوم على تقسيم الوظائف بين الطوائف الثلاثة، اللي هم الاقباط او نقول عليهم الموارنة المسيحيين، والمسلمين السنة، والمسلمين الشيعة. تمام. حتى الحقائب الوزاريه بتتوزع بينهم، توزيع طائفي، وده ادى الى فقدان الثقه. في ثقه كده منعدمه، كلهم بيبصين لبعض. تمام. وكل واحد عايز ياخد حسب الاغلبيه بتاعته. فتبص تلاقي الاغلبيه في لبنان للمسيحيين، فبياخدوا منصب رئيس الجمهوريه. ممكن الكلام ده اتلغى من الكتاب قراءه، ولكن الطالب لازم يفهمه. رئيس الجمهوريه لازم يكون مسيحي موارني، رئيس مجلس الوزراء مسلم سني، رئيس مجلس النواب مسلم شيعي. انت عارف يا استاذ احمد، يمكن بقالنا سنتين لبنان ما كانش لها رئيس. لسه تم اختياره حوالي شهرين كده بسبب عدم الاتفاق على رئيس توافق. تمام. السؤال ده صار اسمه محمود جاوبه. تمام. بس السؤال ده اصبح ايه قصير جدا، لان الحاجات دي اتلغت. فبنقول هنا برضو حاجه بسيطه هنا، نظرا لايه؟ لسيطره الاسلوب الطائفي بين الدروز الموارنه، الدروز والموارنه والشيعه والسنه في لبنان. بس ماشي، وقفنا هنا على ايه؟ بداية رفع المفكرون اليهود شعار العودة إلى فلسطين، على اعتبار أن فلسطين من وجهة نظر اليهود هي أرض المعادة التي سوف تجمع شعب اليهود المبعثر والمشتت في كل أنحاء العالم. نبدأ معايا أساليب الصهيونية لمحو عروبة فلسطين. أستاذ محمود، طبعا عندي هنا في نهاية القرن 19 بدأت أساليب الصهيونية من خلال المؤتمرات. اتفضل. تمام أستاذ أحمد، شكرا ليك أستاذ أحمد. نشأة الحركة الصهيونية أبنائي زي ما أستاذ أحمد قال لكم كده، بدأت من خلال المؤتمرات. أول مؤتمر اليهود قعدوا فيه، وده اسمه مؤتمر بازل، نزل في سويسرا. عايزين وطن. قالوا عايزين وطن. وانتهى المؤتمر زحمت بدون ما يحددوا وطن. الفكرة على انشاء وطن قومي. ايه هي بقى؟ ما قالوا عايزين اي مكان. ايه المكان؟ لدرجة ان هم استاذ احمد فكروا ان يروحوا غانا. وناس قالوا نروح اوغندا وسينا. كان في تفكيرات في اماكن كتيرة. في الاخر ما اتفقوش على قرار، بس قالوا احنا هنعمل وطن زي اوروبا. جم بقى بعديها بسبع سنين او ثمان سنين في مؤتمر 1905 قالوا خلاص الوطن هو فلسطين، وكان شعاره ايه؟ شعار المؤتمر العوده الى فلسطين. خلي بالك بقى يا استاذ احمد، عايزين حد يحقق لهم. مش فيش انجلترا، تخيل ان ما حدش تحايل عليها، اللي هي من نفسها اتطوعت، لقت زي ما انت قلت اتطوعت، لقت ان مصالحها مرتبطه باليهود خلال الحرب العالميه ايه؟ الاولى. وهيساعدوها في قراءه الدوله العثمانيه وعلى المانيا اللي هو طبعا الحليفه للدوله العثمانيه. فقالوا خلاص، طب ما هم يساعدونا واحنا نساعدهم، يساعدونا يبقوا جواسيس على الدوله العثمانيه في البلاد العربيه واللي هي واقعه تحت حكم الدوله العثمانيه،
ويساعدونا ضد المانيا واحنا نديهم وطن في فلسطين. فمن هنا جه اصدار وعد بالفور. بس في حته يا احمد انا يمكن عدت علينا دلوقتي ان في المؤتمر العام اليهودي اليهود قرروا تطبيق العوده لفلسطين من خلال اجراءات ان هم عملوا قالوا هنعمل بنك صهيوني يمول عمليات الهجره اللي هو الصندوق الصهيوني وهنعمل منظمه صهيونيه تجمع اليهود من كل العالم يرجعوا لفلسطين ونديهم البسبور والفلوس وهم يروحوا يشتروا الارض. تمام. لان هنا تهجير اليهود كان يتم تهجير اليهود الفقراء اللي معهمش فلوس فهنا المنظمه الصهيونيه العالميه. تمام. والصندوق الصهيوني مولوا عمليات الهجره وشراء الاراضي الى فلسطين مهما ارتفعت الاسعار. تمام. بعد كده مول صدر الوعد المعروف باسم وعد بلفور. طبعا وعد بلفور هنا يا اولاد صدر في نوفمبر 1917 اصدره جيمس ارثر بلفور وزير خارجيه بريطانيا لصالح اليهود نظرا لارتباط المصالح الانجليزيه الصهيونيه في الحرب العالميه الاولى ونظرا لاصرار انجلترا على انشاء الوطن القومي لليهود في فلسطين. فصدر الوعد المعروف باسم وعد بلفور لرئيس الطائفه اليهوديه في انجلترا اللورد ريتشارد. طبعا يا اولاد كان في هنا جزء صغير كده اتلغى واصبح هنا اسباب التصريح بس. حتى الكتاب هنا ما وضحش ايه هي المصالح الانجليزيه الصهيونيه في الحرب. طبعا اليهود قدموا خدمات واسعه النطاق لانجلترا لاسقاط المانيا، اجهزه تجسس على اعلى مستوى، مصانع السلاح الاوروبيه والامريكيه بيمتلكها اليهود لارجاح شباب انجلترا في الحرب التي باءت ان تنتهي لصالح المانيا. دخول الولايات المتحده الامريكيه كان لليهود دور في هذا الدخول. انتهاء الحرب لصالح انجلترا كان بيد اليهود، اذا اليهود كان لهم ثقلا سياسيا وعسكريا في هذه الفتره. طبعا صدر التصريح الايه المعروف باسم تصريح بلفور، قال وزير الخارجيه لرئيس الطائفه اليهوديه في انجلترا روتشارد: عزيز اللورد روتشارد، اعبر لكم عن بالغ ايه سروري اذ انقل اليكم باسم حكومه جلاله الملك التصريح الذي عرض على مجلس الوزراء ونال موافقة عامة بالعطف على الأمان القومية الصهيونية بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وأن بريطانيا سوف تبذل أقصى مساعيها لتسيير تحقيق هذا الهدف، وأن شيئا قد لا يحدث يكون من شأنه المساس بالحقوق الدينية أو المدنية التي يتمتع بها اليهود في أي بلد في العالم، ولا بالحقوق ولا بالوضع السياسي للطوائف الغير عربية. أكون ممتنا إذا أحطم المنظمات الصهيونية العالمية علما بهذا التصريح. المخلص أرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا. أصبح هناك وعد مكتوب من الحكومة الإنجليزية لصالح اليهود وزعيمهم في بريطانيا. ما هو هذا النص؟ النص ده بيقول إيه؟ طبعا النص ده عندك أنت بتقراه كويس وتشوف مضمون النص. قال كده في بلفور أن حكومة جلالة الملك ستبذل أقصى مساعيها لتيسير تحقيق هذا الهدف. إنجلترا هتموت نفسها عشان تعمل لكم الوطن القومي. وأن شيئا قد لا يحدث يكون من شأنه المساس بالحقوق الدينية أو المدنية التي تتمتع بها الطوائف الحالية الغير يهودية، ولا بالحقوق ولا بالوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد في العالم. نشوف مع الاستاذ محمود نص التصريح. اتفضل يا استاذ. قبل ما نقول البوكلت نص التصريح. اولا يا استاذ احمد انا يهمني قوي في التصريح ده التحليل. اتفضل. تحليل تصريح بورف. هو طبعا انت سيادتك قلت ايه ان التصريح مش على الطلبه. ده جزء اسرائي. السؤال يجي بقى للطالب ايه لما يجي يقول له حلل اسبابه او احتح او نصه ما بما تفسر اصدار انجلترا وعد بورف. ده احنا قلناه خلاص. خلاص ستة قلت. يجي بقى يقول ما رأيك في نص التصريح في تصريح بورف. لان هو مش موجود في الشرح بتاع التصريح. لا. موجود في التحليل. التحليل بتاعه. ما رأيك في تصريح بورف اللي هو او نقول حلل تصريح بورف او ما وجهة نظرك دلوقتي. الاسئله بقت ما وجهه نظرك يعني بقى. التحليل يا استاذ محمود التحليل بتاع النص ينفع يتحط في ما رايك وفي وجهه النظر. تمام يا استاذ احمد. تمام اتفضل. يعني احنا اللي معانا الكتاب اهو. اتفضل. بس تسمح لي. اتفضل. عشان برضه يعني ابنائنا يبقوا عارفين. الاستاذ المخرج الاستاذ حسن. استاذ حسن بس في السكرين على الكتاب نص التصريح واحنا هنجيب التحليل. شوف مع بعض. اتفضل يا محمود.
استاذ حسن باذن الله يطعن على المعلومه الاسرائيليه اللي انا قلتها لكم. التصريح نفسه التصريح نفسه زي ما سيادتك وضحت لنا استاذ احمد معلومه اسرائيل تمام، اللي هو عزيز اللورد ريتشارد احب اعبرك عن الاماني وكده تمام. المهم بقى هنا استاذ احمد هو التحليل. طب ظبط بس عندك كده عشان نشوفها. تحليل النص تمام، تحليل النص. ايه بقى الناس محمود؟ نص التصريح على ان تأسيس الوطن القومي اليهودي فلسطين ومن ثم ليس كل فلسطين. يبقى ده اول حاجة. يبقى احنا طلعنا من التصريح ده ان مش كل فلسطين اليهود. تمام. اتنين، لم يشر النص الى عرب فلسطين صراحة، بل يكاد يغفل وجودهم الا عندما تحدث عنهم عن انهم طوائف غير يهودية، يعني كأنه بيستحقر العرب اعمالهم، يعني طوائف غير يهودية. يعني كأن الإنجليز من البداية مش عايزين يقولوا فلسطين عربية. العرب كانوا 446 واليهود كانوا 65,000 يعني. الجزء ده هو موجود تحت يا أستاذ أحمد. عدد اليهود زي ما أنت سيادتك وضحت لنا 65,000 نسمة. وعدد العرب كانوا 446,000 نسمة. يعني بنسبة اليهود كانوا 8% والعرب كانوا 92%. وبالرغم من ذلك زي ما قول الأستاذ محمود يقول أغفل التصريح صراحة حق عرب فلسطين اللهم عندما أشار إليهم بأنهم طائف غير يهودية، وزي ما بنقول منح من لا يملك إلى من لا يستحق، إلى من لا يستحق، وهم اليهود دون استشارة أصحاب البلاد الأصليين. وصارت إنجلترا في تنفيذ الوعد وإبادة عرب فلسطين وتعويدها. نشوف مع الأستاذ محمود المهم عندنا النهاردة في الحلقة، ونخلي بالنا البوكلت النهائي، وده يعتبر حاجة حصرية هنشوفها النهاردة مع الأستاذ محمود. لأن البوكلت ده لسه منزلش خالص، الوزارة ما نزلتوش. ده الشكل النهائي يا ولاد البوكلت، 44 نقطة، تختار منهم 40 نقطة. ده الشكل النهائي، هنشوف فيه النوعية مع الأستاذ محمود، في اختيارات، في صح وغلط، في ايه تمام. النوعية دي الأخيرة يا أستاذ محمود. ده الثابت على كده. كده بقى خلاص يعني هنبتدي الزملاء اللي بيعملوا الامتحان هيمشوا على اللي يعني جاي. يعني كل النوعيات دي هنلاقيها النموذج الثالث، النوعيات دي كلها في الامتحان ان شاء الله. بص يا أستاذ أحمد، كنا طبعا كان في الحوار مع سيادة الدكتور رضا حجازي والوزارة على ان لازم ندي فرصة لأبنائنا الطلبة في حتة الاختيار تمام. فكان بس الاختلاف هنحط ايه الاختياري، هل هنحطه في التشوز ولا نحطه فين في الأسئلة المقالية ولا ايه. تم الاتفاق على ان تكون بإذن الله في الأسئلة المقالية، وممكن يكون في ماذا يحدث. فضل. يعني ممكن يجي الطالب يقول له ايه بقى، اختر احد السؤالين ألف او ب واجب عليه فيما يلي. دلل على صحة العبادة، يعني انا بقول له اختار واحد من اللي جاي ده. تمام. اتخذ الاستعمار الاوروبي عدة اجراءات لتصفية القومية العربية في فترة ما بين الحربين، اللي هي معوقات القومية العربية يا استاذ. ده نزل في البوكلت. ابو كلمة ما بين الحربين دي شالها من الكتاب. ما انا بقول لسيادتك. اتنين، ادت حرب اكتوبر الى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبا المتحالفة معه. تمام. ايطاليا يا استاذ احمد يحل واحدة من دول. احنا هو البوكلت نزل على اساس فيه فراغين، فاحنا هنعدل، وهيجي في الامتحان الثانويه العامه مفيش فراغين، يعني مش هعمل فراغ للاولاني. يعني في لحظه بقى. يعني دلوقتي انت هيجي لك اجيب لي سؤالين زي سيادتك اللي قلتهم دول. وهقول لك حل ايه واحد بس. كان زمان بيجينا ده ونحل كله. لا ده بقى دلوقتي انا هسيب لك فراغ تحل واحد اجباري بقى كده. يعني ما تحلليش الاثنين. البوكلت الثالث نازل فيه حته الفراغين، لكن الامتحان باذن الله مش هيكون كده، هيكون فراغ واحد. تمام. يعني ما تسيبونا فراغين. ما انا عشان كده تلاحظ حاجه. لو سياده المخرج قاطع معايا استاذ حسن لو سمحت، انا كنت نقلت به من تحت حطيتها لكم فوق عشان تتدربوا على شكل الامتحان. يعني هو كان عامل كده في البوكلت، فاحنا قلنا لا الكلام ده مش هينفع. طب انا عايز اعرف حاجه، انتوا دلوقتي مشكورين والوزاره مشكوره، هي عملت اربع نقط اختيارات في الامتحان دلوقتي، اربع نقط زياده، بحيث ان الطالب يبقى عنده فرصه ان هو ايه يختار الحاجات السهله ويسيب الاربعه الصعبين او في كل مثلا سؤال نقطه. تمام يا استاذ. طب ليه ما تسيبوا لنا فراغين، ممكن الطلبه تحلهم. هقول لك ايه المشكله. انا اقول لك ايه المشكله. اتفضل. لما بتيجي انت تعمل نموذج الاجابه هتزود كده سؤال عن اللي بيعلم، ودي هتبقى تاخد وقت من الطلبه. بنخاف ان الطالب يقول الوقت ما قضاش. انت عارف يا استاذ احمد اربع اسئله زياده معناهم عايزين عايزين نص ساعه، لان اسئله مقاليه. هو حر بقى الطالب. طيب ماشي، ما انا من الاول يا استاذ احمد معاك. انا من الاول. انت عارف الطالب هتعمل ايه؟ وانا متاكد وسيادتك هتشوف مش هتجاوب. لا هتجاوب في ظهر الورق. احنا هنكتب في التعليمات في حاله اجابه السؤالين في الاختياري لن ينظر اليهما الاثنين. لازم واحد لازم يكتب الغاء على واحد.
طب يحلوا ليه؟ طب ما لغاش. لا الاثنين ما يتعلموش قانونيا ما ينفعش. اه خلاص، ما هي التعليمات كده يا استاذ احمد. زي التعليمات اللي احنا عملناها ايه، ان في الاخطر او الصح غلط الاجابه الاولى فقط. تمام. طب هنا صح، بص دي يعني دي احسن لمساعده. انا بعتبر نفسي طالب قدام حضرتك حبيبي، فانا بسالك عشان الطلبه نفسهم تبقوا عارفين. اصل احنا هي القصه ايه، القصه مش في حاجه. انا مديته سليم الاول، هو يختار اللي هو عايزه. تمام. لو جاوب الاثنين لا بيكمل ده ولا بيكمل. طيب كده دلوقتي اول حاجه، اول توصيه بنقولها دلوقتي في البوكلت الجديد، ان لو جالك ايه اختر اتنين مثلا من ثلاث نقط، سيب النقطه الثالثه ما تحلهاش، لان لو اتحلت مش هتتعلم وهتعمل لك مشاكل وهتضيع وقتك، سيبها خالص. انا عارف في طلبه بتشك ونفسها تحل، خلص بس الامتحان الاول وبعدين نشوف، فما تحلش الايه اللي مش مطلوب منك. يبقى يعمل ايه يا استاذ احمد لو حب يحل وعمل في المسوده زياده؟ يجي على اللي هو حاسس ان اجابته ضعيفه ويكتب ايه ملغاه. تمام. وخلي بالك انت لو كتبت ملغي من غير محضر في الالغاء، الاثنين بيتعلموا وبتاخد اعلى درجه. على فكره دي او يعني ده يعني احنا اول ناس نتكلم عن البوكلت الاختياري باذن الله. احنا حاجه حصري بقى ان شاء الله. شكرا يا احمد. ده بالنسبه للوضع، فهتبقى الاسئله بده وفي بما ممكن بما تفسر، وضح فسر اثبت يعني هتبقى في المقاله. تمام. متسابه مسابه للوضع الامتحان. تمام. يعني مش معنى ان انا قلت بس اسئله في دل، ممكن يجي بما تفسر، اهم حاجه يبقى الاجابه الاسئله واحده. تمام اتفضل. ده بالنسبه يا ابنائي للبوكلت. في اسئله تانية يا استاذ احمد في البوكلت؟ طب انا عايز النوعيه بقى، يعني النوعيه عندك ايه؟ طيب. اختار صح وغلط ماذا يحدث، عايز كل النوعيات. اخر طيب. نوعيه بقى عشان الطالب يمشي عليها. يعني انت حسيتك ده قلت لنا ايه دلل تقريبا. طيب تمام، ادي سؤال تاني. حدد اذا كانت الاجابه ما تدرهاش سبعه. حدد اذا كانت العباره التاليه صحيحه ام خطا. ما النتائج طبعا. تمام. صح وخطا. هو مش جايب النوعيات كلها مع بعضها، يعني جايب صح وغلط متطابقين كده ولا مع بعض؟ بص يا استاذ احمد، مثال هاجي له اجي اقول له اختر. تمام. وبعد ما اقول له اختر اجي اقول له بما تفسر وارجع اجيب اختر ثاني. بص بقى يا استاذ احمد، وبعدين ارجع اجيب اختر تاني. اما هو دي النظام. طب ليه كده بس؟ وبعدين ما رايك؟ والله هو قال لك ما تخليش مجموعات الاسئله ورا بعضها. طب ليه؟ ده هنا بيعمل تشتيت. هقول لك ليه. عشان ما يحصلش غش في اللجنه. انا مع سيادتك. ما فيش طالب يشاور للتاني يقول له رقم اربعه اللي تشوز اللي عندك هي يعني ايه؟ يعني احل اختار، الاقي بعدها افسر، الاقي صح وغلط، الاقي اختار تاني، الاقي افسر، الاقي صح وغلط. وبعدين ماذا يحدث؟ طب وليه كده بس؟ وبعدين دلل. وبعدين بما تفسر. يعني الامتحان ده فيه صح وغلط؟ لا فيه. فيه صح وغلط في الامتحان؟ حدد صحة أو خطأ العبارة. يعني كده عندك الوقت كل النوعيات ما زالت كما هي، مفيش نوعيات لغت. ووضح. أهو احنا بنعرضها والأستاذ حسن بيعرض. طب تمام معنا. وضح فسر وضح. أثبت أيد صح أم خطأ مع ذكر السبب، ما النتائج، فيما العلاقة؟ وفي ما العلاقة؟ فيما رأيك؟ ما الدروس المستفادة؟ حدد. حدد النقد؟ حدد إذا كانت العبارة التالية صحيحة أم خطأ. في أوجه النقد يا ريس؟ مع ذكر السبب. في. هيوريك طيب. اتفضل. بعد كده ما النتائج؟ تمام. ما بنعرض حاجة حاجة. ماشي. وبعدين اختر الإجابة الصحيحة ما بين ألف أو ب أو جيم أو دال. تمام. وبعدين قارن مؤتمرات. تمام. وبعدين جبنا بقى بما تفسر اختيار أهو الحتة اللي احنا بنتكلم عنها. قولها بقى. اختر إحدى السؤالين ألف أو ب وأجب عليه فيما يلي. بما تفسر. كان لفرمان يونيو 67 آثار بعيدة المدى على مصر. تمام. بما تفسر عدم وجود سياسه خارجيه لمصر قبل عهد محمد علي. هي الاخيره دي ما تحتاجش حاجه فاضيه يكتب فيها ولا في اخر الصفحه؟ لا لا موجوده المكان ده المكان بس. طب استنى، عايز حاجه واحده من الاثنين؟ عايز حاجه واحده من الاثنين. طب ما هو سايب لهم فراغين اهو. ما احنا قلنا عدلنا بقى. ده قبل التعديل يا استاذ احمد. تمام. التعديل بقى هيبقى هننقل ب تحت الف ويجاوب واحده من الاثنين في الفراغ. نحط النقطتين ونجاوب حاجه واحده. يعني لو انا بعد اذن سيادتك اهو ده اللي هيجي. ب عدم وجود سياسة خارجية لمصر قبل عهد محمد علي. حل واحدة من الاثنين. ودي هتبقى خلاص بقى دي اصل احمد مش موجود. ما بقاش كده عندي تحت فراغ تاني. خلاص يبقى فراغ واحد، ويبقى المفروض يبقى فيه هنا سؤال تاني بقى. فكرة حلوة. يعني بس ربنا بس ايه يعني هنا هيبقى فيه سؤال تاني. طيب. خلاص. ربنا يقوي بس المدرسين والتصحيح. والله باذن الله هنعمل اللي هيبقى فيه طبعا. وبراحتنا يعني هنعمل ايه؟ لازم يبقى براحتنا في الامتحان لان النوعيه جديده علينا. فلازم نمشي براحتنا لان انت مش عارف طبعا سيادتك بتكون. طيب. حاضر في اللجنه وعارف الدنيا عامله ازاي. طيب بص بقى، ما العلاقه؟ انت برضه سيادتك كنت بتسال. هو ما العلاقه بين التهديد بقيام حرب عالميه وعقد معاهده 36 بين مصر وبريطانيا؟ توفيق نسيم وبزارة الشعب. الحته بتاعت توفيق نسيم وقيام ايطاليا بغزو الحبشه. ده البوكلت فيها
البوكلت فيه اسئله حلوه. لا جامده هي يعني الاسئله بتاعت النموذج الثالث مختلفه شويه. لا والثاني كان حلو. والثاني كان حلو. هو اصل انت مضطر. انا متاكد ان اسئله البوكلت دي هيجي منها نص الامتحان والله. هو لا هي ايه ممكن الفكره بتاعت السؤال وتتاخد. لا في اسئله حلوه انا متاكد يعني. لو هو اصل من حق اللي بيحط الامتحان ان ما ينقلش مباشره من اسئله البوكلت. تمام. طيب كده كل النوعيات ما زالت موجوده في ورقه الامتحان. في حاجه ثانيه سيادتك؟ يعني خلاص دلل واختر وقارن وما وجهه نظرك وحدد ووضح العلاقه. في نقد حدد النقد. اوجه النقد في دستور 23. يعني في السنه دي السؤال اسمه حدد اوجه النقد. اوجه النقد ده ما كانش بيجي قبل كده اللي هو العيوب. لا موجود السنه اللي فاتت. جه اوجه النقد. جه اوجه النقد في الدور الثاني. في الدور الثاني مش الاولاني. جبناه في الدور الثاني. في الدور الثاني. الاولاني ما جاش فعلا. لا يعني اذا في سؤال اوجه النقد. اوجه النقد يعني استاذ احمد بص يا ابني عند حضرتك ايه؟ في دستور 23. بنقول العيوب. بنقول العيوب. بص يا استاذ احمد انا بس عايز برضه ما تخوفش ابنائنا انت عشان انت انا عارف ان انت حريص على اولادنا. اوجه النقد يعني ما النقد الموجه الى. انا مع سيادتك بقى واحده واحده كده. عشان انا والاستاذ عبد المنعم اختلفنا فيها قبل كده. سيادتك دلوقتي قال سؤال نقد جميل. وجه نقد لدستور كام؟ 23. حلو. سيادتك هتتكلم عن العيوب. العيوب. اذا في هنا نقد هقوله. طبعا. حاجه وحشه. جميل. لما يجي يجيب لي سؤال وجه نقد لتعيين الشعب محمد علي سنه 5 هو ده فيه عيوب؟ لا طبعا. طب ينفع يتحط سؤال زي ده؟ ما يتحطش. لا ما يتحطش. طب يعني احنا بنقول دلوقتي للناس اللي بتحط الامتحان يعني لا ما ينفعش. انت عارف ليه ما يجيبش ليه؟ ما جابش يوجه نقد الا اذا كان في النقد موجود عيب. الله يفتح عليك. اما حته ما رايك في تعيين الشعب لمحمد علي حلل. او حلل. اولا صعب جدا ان طالب يروح يقول ان انا اهاجم ذلك لان الشعب كان المفروض يحكم نفسه. تمام. دي مش المطلوبه من الطالب. تمام. انا ما مش دي لان انا ممكن تكون اجابه مستبعده. تمام. يعني ممكن يجي يقول لك ايه؟ هل توافق على قيام الشعب بتعيين حاكم غريب على البلد؟ او لا. لا تمام. الشعب يعني ممكن نقول مثلا نوجه نقد للثوره العربيه. فدي نقول لا. فعلا بقى المصادمه مع الخديوي كذا نقول حاجه فيها عيب. فدي لا هي دي حدث ايجابي واحنا تمام. قلنا للطلبه ده بالعكس انا بقول حدث ايجابي لان الشعب الاول مره يختار حاكمه بنفسه وحط له شروط. اذا دي مميزات. ما ينفعش تقول وجه نقد بقى فيها. لا هنا مفيش نقد. النقد ده انا حاطط له شروط وهعزله. تمام. وبالذات بقى يقول لك احنا بنقول نقد يعني بنحلل لا ما نحللش. انا مش نقد هنا مش طالب بيدرس في الكليه. هو النقد بص يا احمد هو النقد. النقد ممكن يوجه للزعامه الشعبيه بعد كده. تمام. انقد الزعامه الشعبيه بعد 1800. اذا النقد الوقت ان شاء الله اللي هيجي في الامتحانات باذن الله يكون نقد في حاجه تحتوي على عيب. نقد في متن في الكتاب 1 2 3 يعني مثلا ممكن نقول وجه النقد لاتفاقيات ساكس بيكو. لا ما ينفعش. ليه؟ نقول كانت الجيوش العربيه تحرز انتصارات لصالح انجلترا وفرنسا فظهر مخطط لاقتسام البلاد العربيه. نقد ايه؟ لا انا اسف. انا اسف يا استاذ احمد. انا فاكر ان انت بتتكلم عن كامب ديفيد. لا 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 ساكس بوكو هوجه النقد ان هو طبعا تمام. تمام. يبقى لا انا فاكر افتكرتك بتتكلم عن كامب ديفيد. وجه مثلا النقد للمستوى في الجامعه. بص انا هنقد ساكس بيكو، هنقد سامي ريمو، هنقد تصحيح 28 فبراير، هنقد معاهده 36 تمام. عشان فيها بقاء قوات انجليزيه. تمام. هنقد معاهده 30 في العراق، معاهده 36 في سوريا. هنقد الموقف العالمي من كفاح عبد عمر المختار. وهنقد موقف مجلس الامن من قضيه مصر. بالظبط. هنقد موقف عزبه الامم من قضيه استقلال العرب. تمام. يبقى جيب العيوب. تمام الله يفتح عليك. طبعا شفنا مع بعض هنا كل الايه النصوص او كل الايه الاسئله اللي ممكن يحتوي عليها امتحان البوكلت. اختر صح وغلط. ما العلاقة؟ عبارة عليها وضح. فسر أي تاريخيا مما درست. أثبت بالأدلة التاريخية. وجه نقد لكل مما يأتي. ماذا يحدث؟ ما رأيك؟ ما الدروس المستفادة؟ كل دي نوعية الأسئلة وأسئلة كتيرة جدا وسهل الإجابة عليها على فكرة بصورة كبيرة. فنخلي بالنا الله يخليكم من الحاجات دي. طبعا احنا وصلنا هنا لتصريح بلفور وتحليل التصريح. طب لما نيجي نقول عندي موقف مؤتمر الصلح 1919 من مطالب العرب واليهود بعد مؤتمر الصلح او بعد اسف تصريح فبراير. تم عقد مؤتمر الصلح 1919 واحنا خدنا هنا لحل مشاكل الدول بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى. فتوالت المذكرات على مؤتمر الصلح، المذكره العربيه والمذكره الصهيونيه 29/1/1919. تولت المذكره العربيه الى ايه؟ مؤتمر الصلح. فيصل ابن الحسين عرض المذكره ان هو شارك هو وابوه في الحرب العالميه الاولى مطالبا باستقلال البلاد العربية بما فيها عرب فلسطين. العرب راحوا، فيصل، الشريف حسين،
عبد الله طلبوا استقلال البلاد العربية بما فيها عرب فلسطين. طب حصل ايه؟ موقف متعنت، ما حدش ادهم اي شيء. 3/2/19 يعني بعد الكلام ده باربع ايام راحت المذكرة الايه؟ الصهيونية. المذكرة اليهودية طالبت في مؤتمر الصلح الاعتراف بالحق الشرعي والتاريخي لليهود في فلسطين. احنا لنا حق تاريخي من زمان، ودي كانت بلدنا وانطردنا منها، ولنا حق شرعي مقابل مساعدة انجلترا. ليه؟ لان انجلترا هنا عملت ايه بعد الايه الحرب تملصت من وعد بلفور. انجلترا ادركت هنا طبعا خطورة الموقف، فقالت لا. ايه النتيجة؟ قال لك طبعا اقرار وضع فلسطين تحت الانتداب الانجليزي حتى تتمكن بريطانيا من وعد بلفور. ويلسون قال لهم ادهم فلسطين، قال لك مش معانا اداره دوليه تتعدل الايه الاتفاقيه في سان ريمو، وضع فلسطين تحت الانتداب الانجليزي، تنفيذ وعد بلفور، انشاء مجلس تمثيلي لليهود. صارت انجلترا وفرنسا في انشاء الوطن تخلت عصبه الامم عن اهم مبدا من مبادئها الا وهو حق الشعوب في تقرير المصير، وصارت في اقرار نظام الانتداب الانجليزي على فلسطين واباده شعب فلسطين وتوهيدها. اعزائي الطلاب الوقت عدى بسرعه، في نهايه الحلقه لا يسعنا الا بالتوجه للشكر للاستاذ محمود عطيه. شكرا استاذ محمود، الله يخليك حبيبي، والف الف مبروك ومزيد من الايه المناصب ان شاء الله والدرجات العليا. شكرا ليك يا استاذ، الله يخليك يا فندم. اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه، ان شاء الله في الاسبوع القادم في انتظار اتصالاتكم وتليفوناتكم واسئلتكم، مع ارق تحياتي واجمل امنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. هذا احمد صلاح يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.